مساء الخير متابعي موقع وجريدة الأسبوع في كل مكان، معكم بشوي إدوار مراسلكم بمحافظة الأسكندرية. يعني طبعا احنا في شهر رمضان المبارك، وطبعا في شخصيات مش بننساها ابدا في ذاكرتنا واحنا اطفال، ومن ضمنهم طبعا يعني فطوطة وبكار وطمطم، يعني حاجات شخصيات ديت ما نقدرش ننساها، وده اللي خلى رحماني يعتبر يعني من اهم الناس في محافظة الاسكندرية في الاهتمام بصناعة العرائس من الخيوط، او بمعنى اصح من فن الامجرومي، واحنا كنا سجلنا معاه قبل كده واتكلمنا عنه. المرة دي عامل بقى شخصيات رمضان بشكل جميل وبشكل خيوط، هيكلمنا طبعا عن الفكرة وعن الموضوع بشكل اكبر. ليه عرفنا يعني الفكرة جت معاه ازاي، والحاجات دي خدت معاه وقت قد ايه. ازيك يا رحماني، عامل ايه، اخبارك؟ الحمد لله بخير. ازيك؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ يعني في البداية كده قول لي، انت طبعا احنا اتكلمنا معاك المرة اللي فاتت عن الفن وعن الكلام الخاص بيه موهبتك. انت حبيت السنة دي تبدع في عمل الشخصيات الرمضانية الجميلة بالشكل الجميل ده، وانت لسه بتكمل طمطم اهي. فقول لي بقى الفكرة جت معاك ازاي، وكلمنا كده عن الموضوع. الخيوط بتاخد معاك قد ايه، بكار او حسونة والاستاذ فطوطة والاستاذة نجمة؟ الاستاذة نجمة انا بس نعرفك بيهم فعلا الاول. ده طبعا بكار احنا عارفينه كلنا. انا طبعا ما عملتش رشيده، انا بصراحه ما بحبش اعمل حيوانات يعني. وده الاستاذ حسونه بالشعر بتاعه الجميل طبعا كلنا فاكرينه، وفطوطه طبعا المخرج الانتيك. ودي بقى نجمه انا عاملها ورشه رمضان على اليوتيوب زي كل سنه. هو بص، هي مواسم، يعني هو كل موسم بيتعمل فيه حاجه معينه. انا لقيت كل حاجه بقى اتعملت، يعني عملوا كل الكلام ده كله تمام. فقررت ان انا اعمل حاجه جديده لليوتيوب للناس السنه دي، فعملت حاجه مختلفه، يعني حاجه مقتبسه زي فنانيس وكده، فكره مش موجوده، مش حاجه معينه يعني، فحبيت ان انا اعملها. وطبعا الاستاذه طمطم بتكمل بقى عشان نكمل المجموعه، ودي طقوس بقى رمضانيه وكده، من غيرهم مش هنحس ان احنا عملنا. الموضوع ده خد معاك قد ايه؟ يعني زي ما العروسه بتاخد معاك قد ايه تقريبا اللي عملها يعني؟ هقول لك بقى، هي بتختلف. يعني هو المفروض في الوقت العادي نديها مثلا لو عروسه يعني الحجم ده 30 سم كده تاخد حوالي 10 15 يوم. العروسه يعني لو مشغول طبعا بنخش في شهر. بس الحقيقه هم المره دي خدوا معايا اقل من كده، لاني كنت في وقت عندي فاضي فقعدت اشتغلت، اخدت مثلا حوالي 20 يوم فيهم كلهم يعني، والورشه وكده كمان كنت ملتزم بيها فكنت مضطر اخلص. بغض النظر عن ان الورشه كان لازم تخلص قبل رمضان، بس قعد بقى يعني مش مشكله، داخلين في العيد بس خلصنا. يعني حبيت ان انت كلمني كده عن اختيار الالوان. يعني انت برضو اخترت الالوان المناسبه، يعني مثلا بكار اللبس بتاعه، الجزمه بتاعته، مثلا فطوطه، يعني تناسق الالوان ده بيجي ازاي؟ هقول لك، هم الشخصيات الثابته دي كده كده الوانهم موجوده، يعني في حاجات بس الوانها متغيره زي طمطم. يعني طمطم انا ممكن العب في فستانها براحتي، لونه شكله ما فيش اي مشكله، عشان هي كانت بتغير كتير هدوم. حسونه برضو كان بيلبس كذا حاجه، ما كانش حاجه ثابته يعني. لكن بالنسبه لفطوطه وبكار نفس اللبس هم ما غيروش. نجمه بقى طبعا دي اختيار خاص بي، انا كنت عاملها الاول الوان تانية اصفر واحمر وكده، بس حبيت ان انت تغير. لما عملنا تاني ان انا بعمل الورشه بيبقوا عروستين، عروسه الاول واظبط الاول الباترون بتاعها ومقاساته وكل حاجه، وبعدين نعيدها تاني قدام الكاميرا بكل التفاصيل. بخصوص بقى الورش، يعني انت بتحاول ان انت تنشر الفن ده ما بين الاطفال طبعا والكبار. الموضوع ده خلاك ان انت تركز اكتر في التدريب والتدريس، ده جه ازاي؟ هقول لك بقى جه ازاي. انا كنت الاول، انا كان عندي قناه يوتيوب بقى لها 10 سنين مثلا، بس انا ما بعملش بيها حاجه، ما كنتش عارف لسه هعمل فيها ايه. لما دخلت في الفن ده نفسه في البدايه خالص، وانا حتى كنت لسه بتعلم في الاول، حبيت ان انا اتعلم واجرب اعلم عشان افهم اكتر، لان انا عارف يعني دايما انا بعمل كده مع نفسي في المذاكره او في اي حاجه، ان انا عشان افهم حاجه لازم
افهمها للقدامي فبتثبت اكتر يعني. فبدات نعمل حاجات صغنونه كده على اليوتيوب وتنزل وخلاص، فجابت صدى يعني اتفاجئت بيه. فبدات ان انا لا في ناس بقى بتشوف وعايزه وكده، فبدات ان انا التزم ان انا انزل حاجات اكتر يعني وكده. الاول كنت بنزل عادي زي يعني عروسه كشكلها حلو وخلاص. انا حاليا مركز قوي في ان ما تبقاش العروسه مش يعني ما تبقاش موجوده عند اي حد، وده حاجه من اول يوم برضو. انت بتبقى ليك بصمه يعني زي بالظبط، ما حدش يكون عملها يعني. بلاقي دايما حتى في ناس بتطلب مني ان انا اعمل لهم على اليوتيوب حاجات موجوده يعني، اعمل لنا كذا الحاجات دي. بكار مثلا، بكار عمري ما عملته لان كتير عاملينه على اليوتيوب، وفطوطه حد عمله قبل كده بشكل حلو فما عملتوش برده على اليوتيوب. انا ما بحبش اعمل حاجه اتعملت خلاص، اتعملت وبشكل حلو اعملوها بقى، نفذوها منهم. فانا بعمل ايه اللي مش موجود بصوره مختلفه. بالنسبه بقى للاطفال، الموضوع ده لمسني قوي. انا الحقيقه يعني عندي كذا جانب بحاول اعمله للاطفال. بحاول اعمل كده مسلسل صغير كل رمضان، حتى لو ريل صغير، بس السنه دي ما عرفتش التزم قوي. السنه اللي فاتت كنت عامل حاجه اسمها حكايه ايه؟ آية في حكاية، آية وحكاية مع آية وزين. كان كشخصيات عرايس صغننة، كان اسمهم آية وزين. كانوا بيعملوا ايه بقى؟ هقول لك. كانت معلومة كده في كبسولة، حاجة صغننة يعني، حاجة دينية مقدمة كل يوم بس بنشرحها يعني. بالظبط بالظبط، في دقيقة بقى، في دقيقة يعني، اللي هي الريلز عارفها؟ ايوه قصيرة جدا، بحيث ان هي ما تهلكش بالظبط، تتشاف اكتر، وكمان كل الناس بقت بتسكرول كده فالحاجة تتشاف اسرع يعني، محدش بقى يقدر يشوف فيديو طويل غير اللي بيتعلم يعني. فهي معلومة يعني، مثلا فايدة الصيام ليه بنصوم عشان كذا وكذا وكذا. فكان لذيذ جدا، وكان بيجيب فعلا رد فعل حلو قوي من الأطفال، غير إن أنا فعلا بعلم أطفال يعني. أنا كمان بدأت بابن أختي وسام الصغنون، هيفرح قوي لما يشوف. وسام ده على طول حابب اقول اسمه في اي حاجه، وسام واسر اخو الصغنون. بدات ان انا اسر لسه يعني شويه، بس وسام اتعلم شويه يعني، وقدر يمسك ابره ويعمل شويه حاجات، ونزلت له كمان على الفيسبوك عشان اشجعه والناس بقت تدعمه وكده. وبدا يتعلم في طبعا في الاجازه مش في الدراسه اكيد، بس بدا واحده واحده. وبحاول نفسي قوي اعمل ورش، اعمل شركه صغيره ليا واعلم فيها بقى، يكون فيها كورنر خاص بالاطفال. ده حلمك. طب هل انت ممكن مثلا شركه تيجي عايزه مثلا تعمل اعلان معين تمام، فتستغل مثلا زي ما بيعملوا مثلا يعني في بعض الشركات يعني، ان هم بيستغلوا الحاجات الكرتونيه. فاهمك. انت ما جاش في دماغك حاجه زي كده؟ جه في دماغي، بس هقول لك يعني، هو دي بتعتمد على الموشن جرافيك اكتر، او هم الشركات بتبقى عايزه موشن جرافيك، الحاجات اللي هي الكرتون المرسومه. الفكره بتاعتي ممكن تدعم بحركات ومش عارف ايه وكاميرا وشوية حاجات. كنت عملت فيديو صغير كده بدوبي طبعا، صاحبي لو فاكره. كنت عملت بيه فيديو بيتحرك وبيقول برضو حاجات زي كده، فدي صعبه، تبقى عايزه امكانيات اكبر وكده، طبعا مش موجوده حاليا. فالشركات اللي عايزه اعلان دي صعبه شويه. انا لسه مش دلوقتي، بس انا ممكن اعمل بيهم مسلسلات، وده قائم، بس ما استني الورق يعني، بستني بشوف ناس كتير تكتب لي حاجات. عايز حاجات تكون قويه، حاجات تكون كويسه عشان تنزل حلوه يعني. بقالي كذا سنه مستني الموضوع ده. يعني طبعا انت بتحاول ان انت تطور من نفسك، هل بتفكر تعمل بقى حاجات كبيره؟ انا عامل هقول لك، هو اقصى حاجه طلعت لها كانت متر ونص يعني، طول بني ادم برضه حاجه كده محترمه كده، بس مش اكتر من كده يعني، مش بعمل اكتر من كده. حاجات قطيفه، وكان ترند في فتره كده طلع مني حقيقه. كنت هقول لك عرايس القطيفه دي، ما حدش كان عمل القطيفه دي، اصل خيط صعب، خيط سميك ومن جوه رفيع، فلما يشتغلوا بيه بيتفتح ويفك ويطلع حياته بيمط وكده. بس انا بقى قعدت اشتغل بيه، قعدت اعمل كذا تكنيك لغايه ما قدرت ان اعمل بيه عروسه مهما قعدت، عمر مش هتتغير عن اللي حصل يعني خالص. فبدات ان انا اعمل بيه، عملت حتى كورس بيها، وعملت اوردرات كتير يعني. حقيقه الناس، انا اتفاجئت، انا عملت عروسه واحده حقيقه قطيفه، لقيت سيل بقى للناس عايزه قطيفه 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 في كل حته حوالين مني. بس الحمد لله كانت فكره صائبه وكويسه جدا، مرهقه بس صائبه يعني. طبعا مرهقه طبعا.
نعم. فكرة المجسمات الكبيرة اللي هي في الملايين أو في المولات. آه. تمام. يعني مثلا كان في جرين بلازا مثلا كان في حاجات مجسمات رمضانية وكده والكلام ده يعني ما جاش فشحت في خيالك كده إن أنت تعمل مجسم كده بالخيط؟ تمام. سيبك من العوامل الجوية وممكن يتعمل عليه حاجة بس ما يعني حلمك ما بيطلعش كده. مش بحب بصراحه يعني مش بحب اعمل الحاجات الكبيره اللي تبقى في مكان معين ومتشافه وكده. لا انت يعني بتحب الحاجات اللي هي صغننه الحاجات اللي انا كنت على فكره بعمل الكبير يعني كنت بعمل 50 سنتي و60 كده بعمل حاجات كده على طول وكلها تفاصيل وحاجات. بس بصراحه بقى لي فتره كده عايز اعمل حاجات بسيطه حاجات بريئه. حتى انا كل العيون اللي شغاله الفتره دي كده عيون جاهزه للسيفتي ايز دي عشان البراءه. انا مش عايز الفتره دي اي كلاكيع خالص. هي طالبه معايا بسلام نفسي كده. حتى نجمه دي مطرزه بس بسيطه زي السيفتي ايز. ف لا مش عايز اعمل تفاصيل كتير الفتره دي. حابب البراءه قوي اللي انا فيها اللي ليها يعني منظور جميل وكمان حاجه بسيطه وبرتاح برتاح بيها شويه واستعيد نفسيتي لان انا كمان كان بقالي فتره مش تمام يعني مش عارف اشتغل تاني. فبحاول ارتاح بيهم شويه. يعني يا رحمن احنا سجلنا معاك المره اللي فاتت في حاجات جميله والمره دي في شهر رمضان يعني حاجه جميله اكتر ان انت حبيت تختار عدد من الشخصيات انك تعملها بمجهود جميل جدا. وكمان فكره التدريب فكره الورش دي بتدي افاق جميله جدا للاطفال. في النهايه انت حلمت بفكره انك تعمل شركه او تعمل حاجه ليك يا رب. الحلم ده موجود. ده قائم دايما وكل مره بقوله في اي انترفيو بقول نفس الكلام واتمنى يعني انا بسعى جاهدا في الموضوع ده اتمنى يتحقق في اسرع وقت الحقيقه. ربنا يحقق حلمك. الله يخليك. وانت الصحة والسلامة. داخلين على عيد يعني كل سنة وانت طيب. وانت طيب. ودايما نوفقك وبالنجاح نجاحنا يا رب. الله يخليك يا رب. انا سعيد ان انا سجلت معاك تاني وعقبال كل مرة باذن الله بقى. شكرا. حبيبي. شكرا. كمل بقى طبطب بقى. ايوه يعني زي ما انتم شايفين الموهبه هي اللي بتخلي الواحد ان هو يطور من نفسه ويعمل حاجات جميله يعني معاه. احنا اتكلمنا مع رحماني قبل كده في يعني حلمه وفي الفن نفسه وفي كل حاجه. انما المره دي احنا حبينا ان احنا نرصد الاجواء الرمضانيه زي ما رصدناها في كل حاجه خلال شهر رمضان. طبعا يعني شهر رمضان قرب يخلص بس احنا حبينا ان احنا يعني نجيب حاجه كده لايت جميله جدا نوريها لجميع مشاهدي متابعي موقع ريت الاسبوع بشكل جميل وبشكل حلو جدا. يعني حبينا برضو ان احنا نتكلم مع رحماني عن الشخصيات الجميله اللي بيحبها. من هنا نكون انتهينا من البث المباشر. شكرا لكل متابعي موقع وجريده الاسبوع في كل مكان. كان معكم بشوي ادوار مراسلكم ومحافظه الاسكندريه.